يوم، طلب كل يوم. بونجور. ناطر أحد؟ مستني حدا؟ هلا؟ مستني أحد؟ تعرفني الحبيب؟ ناطر ناطر، أنت ناطر أحد؟ إيه؟ ناطر منه؟ متى نعرف حبيبي؟ وأنت شكو؟ لأني أنا شايل ورد وأنت شايل ورد، فأكيد أنت ناطر أحد وأنا ناطر أحد. أنت ناطر أحد؟ إيه نعم. منو ناطر؟ خطيبتي. ناطر منو؟ خطيبتي. ناطر منو؟ خطيبتي. ناطر خطيبتك؟ اي. خلني اقول لك شيء، انا اخر مره افترقت مع حبيبتي هني، افترقنا هني تقريبا صار لي سنه كل يوم اي نفس المكان انطر نفس ما انت ناطر. سوري سوري سوري. اسمع اسمع، حتى في يمكن تعجبك هالغنية على نفس على نفس الموقف اللي انت فيه. سوري سوري. انا ناطر حبيبي ترجع لي يا حبيبي، انا ناطر حبيبي، انا ناطر مهما حاولت داري لهفة روحي وناري، مهما طال انتظاري أنا ناطر حارة تظلم أحبابك بغيابك وبعدك، والله حارة يا حبيبي حرام يصير الحب في لحظة كلام، الله ما يرضى يا ظالم. أول ما تجي حبيبتك قول هاي من شخص كان مستني على الطاولة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لو إجا تدورني. الحمد لله. قال لقينا مكان فاضي نروح نقعد فيه بس. قال انا ناطر. قال انطر انطر، انا واثق انها بتجي مو مثلك. بس والله خوش ورد عطانا، ورد حلو والله. بس خلنا نشوف الهديه جاهزه عدل. الله ودي اطلب بس ما اقول لا خلني استناها احسن احسن. كشخه عاد انا ولا مش كشخه؟ عدل. يا ليل نسيت الساعه في البيت. خلني اسال احد. قوة حبيبي لو سمحت، بس الساعة كم؟ الساعة الآن 5:15. حبيبي يعطيك العافية. الله يعافيك. أشكرك والله، بس ناسي الساعة في البيت. بس ما تنسى عائلتك بس. لا تخاف حبيبي. ناسي شيء قلبك؟ لا قلبك معك؟ أكيد طبعا. يخفق وقلبك دليلك. خليك ناطر. أكيد حبيبي. يعطيك العافية حبيبي. الساعة الحين 5:15، يعني ما بقى وقت. أكيد جاية، خليني أتصل عليها أحسن. ألو حبيبتي، مشتاق لك موتي اللي طول غيابك، ذبحني الشوق وانت عني مو داري، أتذكرك كل يوم أموت وحيابك
واقول وينك تجي تسأل عن اخباري، مشتاق لك موتي يالله عود يا عمري يالله كل عمري فدالك، ارجوك يا حب غالي عود دامك في بالي وانا دايم في بالك. تسألني الناس عني كيف احوالي، اقول بخير وماني بخير يا الغالي، تعبان انا يا حبيبي وراحتي قربك، ما اقول غير اللي اقوله دوره وصالي. حبيبتي انتي حبيبتي، بس متى بتجين؟ انا قاعد استنى يعني. مو بجاية؟ للأسف مو بجاية. بس في سؤال نفسي أسأله، الشخص اللي كان قاعد في نفس الطاولة هذه كيف عرف إنه ما هي بجاية؟ فعشان كده لازم أروح وأدور عليه، ممكن عنده الجواب. شكري شكري، يلا انزل تحت بسرعة. استاذ ميشيل جبر ابي يخلبطني، قام يسولف معاي. استاذ ميشيل جبر قاعد يسولف معاي، ما انا جيت قلت له لو سمحت ممكن ساعة بس، قام فتح لي عشان يحقق لي، عرفت؟ انا متعمد، انا ابغاه هو. قام قال لي انت وين قلبك موجود هنا؟ قلت له في يخفخ داخل. قام طالعه كل اللي غريب. اي انا رحت تكلمت مع استاذ ميشيل جبر في المشهد، والله دخلت عليه مغربي. ده برد التشيز كيك، عايز اجيب لك التشيز كيك؟ لا انا ابغى. فقام قال لي قلبك وينه؟ قلت له قلبي موجود هنا. قال لي روح استنى. قاعد اطنز عليك عزوز، قاعد اقول اول ما طلع قلت له انطر حبيبي انطر، انا جايه متاكد حبيبي. يعني انا قلت لي انا في بس هداياي تحت حطيتهم. هو مين دلوقتي دخل؟ بجي دقيقة عزوز، دقيقة دقيقة، ما دخل دلوقتي ثاني، كان مبيك بس بجيب الأغراض.